بحنان فائق ونظرة دافئة وصوت رخيم وطلة أنيقة وملامح بريئة جذابة آسرة، أطلت بالأبيض والأسود ولونت الليالي وأججت المشاعر وناهضت من وراء الشاشة الفساد والاستبداد والفقر والقهر والاستعمار والعنصرية والتمييز. انطلقت طفلة جميلة، وأول إطلالة لها بعمر 7 سنوات كانت في فيلم يوم سعيد مع محمد عبد الوهاب الفنان والموسيقار، وآخر نظرة لها في هذه الدنيا كانت نحو محمد عبد الوهاب الزوج والطبيب. وبين المحطتين، بين البداية والختام، دارت عقارب العمر. ولدت في المنصورة، المدينة المستريحة على ضفاف نهر النيل، ونالت بكالوريوس من المعهد العالي للتمثيل، وخاضت عالم التمثيل متسلحة بسمتين، بثقافة وموهبة، فاخترقت في أدائها الخطوط والفواصل والنقاط، وأبكت وأضحكت وخرقت الروتين والتقليد. تزوجت 3 مرات وأنجبت 2 طارق ونادية، وأدت أكثر من 100 عمل، من بينها بابا أمين، صراع في الوادي، لحن الخلود، لا أنام، سيدة القصر، أفواه وأرانب، دعاء الكروان، إمبراطورية ميم، لا عزاء للسيدات، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، واللائحة تطول وتطول وتطول. منحت جوائز وأوسمة وشهادات فخرية، ولقبت بسيدة الشاشة العربية، وقضت في مهنة أحبتها إلى حد الشغف أكثر من 75 عاماً، وأصبح باسمها بقرار من مهرجان القاهرة السينمائي جائزة، واحتفل موقع جوجل بذكرى ميلادها بعيد عام من وفاتها بشعار يحمل رسمها، ذيل بعبارة الفنانة الملهمة. رحلة عمر السيدة تخللت أشواك، وبين الشوكة والشوكة نبتت وردة وشمخت أسطورة، وقبل أن يخون القلب أسطورة الشاشة العربية وتغادر، كتبت وصيتها: عايز أكون في جنينة، وهذا ما كان. فها هي السيدة التي ناضلت في حياتها وكسرت برحيلها قلوب الملايين، ترقد في حديقة غناء أرادتها. رحلت تاركة ذكريات جميلة لن تنتسى، وإنجازات من إنجازات العمر ستبقيها حية في الزمن الآتي. أفلا تشعرون الآن بالله عليكم بنبض قلبها؟